Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Eso. ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. إنه نموذج عن التعليقات الساخرة التي امتلأت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن قراره بإصدار إفادات تضع جميع طلاب الشهادات الرسمية في خانة الناجحين. ومن بين التعليقات أيضا: فادي لا سقط ولا أخذ إفادي، فادي انتحر. وهذا التعليق يتحدث عن نفسه. وهذه الصورة تظهر أصحاب محلات الحلويات يعتصمون احتجاجا على تراجع نسبة مبيعاتهم لأن النجاح بالإفادة ما بده بقلاوة. وهذا العاجل يلفت إلى أن الوزير الياس بو صعب قد غير اسمه ليصبح الياس بو سهل. أما نواب الأمة فيطالبون باستبدال الانتخابات النيابية المقبلة بإفادات. تلفزيون مستقبل سأل الوزير بو صعب عن رأيه بهذه التعليقات، فلفت إلى أن كل ما وصله من الفيسبوك وتويتر كان إيجابيا، إذ لاقى قراره ترحيبا من قبل الطلاب والأهالي والسياسيين. وأشار بو صعب إلى أن الرئيس نبيه بري سيقر الإفادات بقانون في مجلس النواب تماما، كما جرى بعد إصدار إفادات العام 87-88. وحمل أبو صعب هيئة التنسيق النقابية مسؤولية قراره إعطاء إفادات ل 148 ألف طالب وإتلاف أوراق الامتحانات، مؤكدا أنه وصل إلى قناعة بأن الهيئة لن تتمكن من التصحيح ولا إجراء دورة ثانية بعد تخطي المهل الزمنية. قرار الوزير وموقفه أثارا هيئة التنسيق النقابية. سننفذ ما يصدر عن الجمعية العمومية باجتماع بتعمله هيئة التنسيق النقابية يوم الثلاثاء بعد الظهر. نحن حنكفي معركتنا مشان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بكل الطرق اللي بيكفلها الدستور والقانون اللبناني. انا بدي اطمن مثل ما قلت امبارحة انه العام الدراسي حيبلش طبيعي. اما عن الطلاب واهاليهم فقد اختلفت ارائهم. هلا الشيء السلبي اني انا كنت حابة انجح بتفوق، يعني انه بتعب انه على اني تعبت. والشيء الايجابي انه كل الصبايا اللي معي رح نصير كلنا سيجون. احتفالات جزئيه بشكل مش طبيعي، يعني حتى عفوا يعني بنتي يمكن زعلت مني فتت على البيت ما قلت لها مبروك، لانه هي مقهوره اكثر مني انه تعبت واشتغلت، واخر شيء هي واللي مدرس واللي قعد بس على دماله تقديم قعد ببيته اخذ النتيجه سوا. نجحوا الكل وان شاء الله السنه الجايه كمان بنت الثانيه بالبريفي، بس ما بعتقد يعني ان شاء الله ما يكون نفس الشيء، ان شاء الله انه ينجحوا بتفوقهم هن. تجدر الاشاره الى ان الوزير بو صعب نفسه يحمل افاده بدلا من شهاده رسميه.